السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مدارس بنات المستقبل، قسم التربية الاجتماعية، الصف الخامس، إعداد أمين العدوان إشراف نجاح. أعزائي الطلبة، اليوم سنتعرف إلى المحميات الطبيعية في وطني، ونبدأ أولا بتعريف معنى المحميات. هي أراض واسعة أنشأتها الدولة في مناطق مختلفة من المملكة حفاظا على حياة بعض أنواع الحيوانات والنباتات المعرضة لخطر الانقراض. أما الجهة المسؤولة عن إدارتها هي على إنشائها وإدارتها هي الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. تلقى السياحة البيئية وزيارة المحميات الطبيعية في الأردن رواجا واسعا من السياح العرب وغيرهم من هواة الطبيعة ومحبيها، ويمكن للزائر الاستمتاع بزيارته والقيام بالعديد من الأنشطة مثل ممارسة مختلف أنواع المشي، تنظيم رحلات السفاري، ومراقبة الطيور والحيوانات، والتجول في الطبيعة والصحراء، وشراء المشغولات التقليدية من السكان المحليين. ونبدأ أولا بمحمية الشومري، هي أول محمية للأحياء البرية في الأردن، تأسست عام 1975، تقع في مدينة الزرقاء قرب منطقة الأزرق في وادي الشومري. أنشئت بهدف إعادة المها العربي المهدد بالانقراض وزيادة عدد الغزلان الصحراوية مثل الريم والعفرين والنعام والحمار البري، بالإضافة إلى عدد كبير من النباتات البرية المتنوعة وأهمها القطف والشيح والطفا. أما محمية الأزرق المائية، تقع هذه المحمية في الصحراء الشرقية من الأراضي الأردنية، تبعد عن العاصمة عمان 115 كيلومتر. سميت المحمية بهذا الاسم نسبة إلى واحة الأزرق المائية التي تمثل جزءا من مساحتها، تغطيها البرك والمستنقعات والنباتات المائية. توفر المحمية بيئة آمنة للطيور التي تعيش هناك أو تمر بها. تزخر بالأحياء البرية والنباتية والحيوانية. معنى تمتلئ. محمية وادي الموجب، تقع هذه المحمية على بعد 90 كيلومتر من مدينة عمان، وتقع على امتداد وادي الموجب، وهو واد سحيق يمر به نهر الموجب، وهي أخفض محمية على وجه الأرض، ويقع جزء منها على ساحل البحر الميت. تتكون المحمية من سلسلة جبلية صخرية وعرة، فيها أودية، فيها مياه نظيفة دائمة الجريان في الأنهر والسيول، وهي مكان مناسب لمحبي المشي الطويل وتسلق الجبال. أما محمية ضان فقد أنشئت عام 1989، تعد أكبر محمية طبيعية في الأردن، تمثل سلسلة من الجبال الممتدة من أقصى شرق وادي الأردن إلى صحراء وادي عربة. تحتضن المحمية أكثر من 800 نوع من النباتات. تتميز المحمية بتنوع كبير وفريد من مظاهر الحياة، فهي موطن للعديد من أنواع الطيور والثدييات المهددة بالانقراض عالميا مثل النعار السوري والثعلب الأفغاني والماعز الجبلي. ويمكن لمحبي الطيور ممارسة العديد من الأنشطة مثل مراقبة الطيور وزيارة دكان الطبيعة الذي يحوي منتوجات حرفية لسكان المنطقة. أما محمية غابات عجلون، تمتد هذه المحمية على عدد من الهضاب المكسوة بغابات البلوط والسنديان والفستق الحلبي وأشجار الخروب والفراولة البرية. تشمل قسما من أراضي شتفينة القريبة من مدينة عجلون. زودت المحمية بأماكن للتخييم تتوافر فيها مرافق أساسية لغرض الإقامة الريفية والاستمتاع بالمناظر الطبيعية والغطاء النباتي المتعدد الأنواع. أن طبيعة عجلون المميزة قد جعلتها منطقة محببة للمصطافين العرب ومحبي المشي والطبيعة. يستطيع الزائر بالمشي التمتع بمناظر الزهور والإطلالة الخلابة على هضاب عجلون الجميلة، وأيضا التوغل في غاباتها وقراها وبساتين الزيتون فيها.
محمية وادي رم تضم هذه المحمية مناطق جبال رم الشاهقة التي تتراوح ارتفاعها ما بين 800 إلى 1750 متراً فوق سطح البحر. تمتاز هذه المنطقة بجمالها الطبيعي مما يجعلها مقصداً لآلاف الزوار سنوياً. تهدف إدارة المنطقة إلى المحافظة على طبيعة وادي رم الصحراوية وحماية مواقعها التاريخية والأثرية وتلك التي تتميز بطابع جمالي خاص. تشجيع السياحة البيئية وتطويرها على نحو يجلب المنافع الاقتصادية والاجتماعية لأهل المنطقة. أعزائي الطلبة، أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس وتلخيصه. أرجو دراسة الدرس وحفظ المعلومات التي داخل هذا الفيديو، ودمتم.